هنا عندنا موهبة تانية ملهاش علاقة بالغنى، بما ان احنا المواهب الخارقة بنشوف الموهبة التانية. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. نتعرف بيك. انا اسمي احمد برادة. احمد برادة، حضرتك انت مقدم النهاردة، يعني واثق انك هتنجح؟ والله انا مبسوط ان انا معاكم في لبنان وربنا يكرم. في لبنان؟ نفسي اخد المليون درهم، نفسي والله. في لبنان مليون درهم؟ ما انا ما اعرفش عملة لبنان ايه الصراحة. لسه ما حضرتك، بس كويس انك عرفت تيجي، ما تهتش يعني. الحمد لله، هنعمل ايه، ربنا معانا. طب اتفضل اللجنه وربنا يسهل. حضرتك جاي لوحدك ولا معاك حد؟ لا، معايا امي موجوده بره بتتفرج على ال سي دي. على ال سي دي؟ طيب، بس يعني واثق انها مش هتاخده ولا حاجه. لا ان شاء الله. ليه تاخده؟ ليه؟ احنا ناس شريفه. الله يخليك. اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم حبيبي، شو اسمك؟ لا انا ما بعرفش اتكلم خليجي للاسف. نبي نعرف اسمك. ما ماليش في الخليجي والله خالص. شو اسمك؟ اسمك ايه يا حماده؟ ايوه كده، ايوه اسمي احمد برادة. تمام، شو الموهبه اللي هتقدمها لنا؟ عندي كذا موهبه، يعني ممكن اقول لكم اول موهبه. اول موهبه بعرف اعملها ان انا بعرف اكل ازاز. رائع، اتفضل كل جزاز. ما انا لسه واكل والله. والله العظيم ما في بطني مكان لازازه يا حبيبي. يعني كل ازاز يا حبيبي. والله لو كلت دلوقتي هرجع، فبلاش. مش قادر، معلش انا اسف، بس والله بعرف، بس مش قادر. تمام. عندك مواهب اخرى؟ انا بعرف اغطس تحت الميه تلت ساعه ما اطلعش. جميل. تفاجينا. في بسين هنا؟ انت بتعجزنا حماده، تعجزنا. والله لو في بسين هعملها، انا مش شايف. حبيبي شو المواهب التانيه اللي عندك؟ انا بعرف انط من على الهرم الثالث اللي هو الصغير. اوكي فرجينا. افرجكم؟ ماشي، ثانيه واحده. بينط من على الهرم الثالث، يعني دي معجزه. يعني دي موهبه خارقه فعلا. يا رب يا رب. والنبي يا جماعه ما حد يوترنا عشان الحاجات الخطره دي، الواحد بيبقى يعني قلبه يعني. ثانيه واحده بقى. اشهد ان لا اله الا الله. شو الله. الحمد لله يا رب. والله العظيم كنت حاسس اني هموت، بس الحمد لله. برافو حبيبي. شو رايك لسه؟ انا حضورك كثير بهرني، عندك ثقه بنفسك صراحه. بس بدي اقول لك شغله، كفي بطريق هرم وبطريق ازاز، والله يوافقك. انا بقول لك يس. ربنا يكرمك والله. تمام، وانا مثل ما قالت اليسا، بس اقول لك نصيحه، وانت في طريق الهرم عند ويمبي هتلاقي كنتاكي، هات لي علبه. والله راح اعطيك ثلاثه نعم. انا والله راح اعطيك في السقف اتمحر. والله يعني انا دلوقتي كسبت ولا ايه؟ مش انت معك ثلاثه؟ ايوه كسبت. كسبت. انت كسبت. مش مصدق نفسي. بقولك كسبت مش الكهرباء. مش مصدق نفسي بجد. ايه مالك؟ مش مصدق انا. انت ايه؟ انا كسبت. وكسبت ايه؟ مش مصدق انا. ماما بره هتشقلب من السعاده. ماما هتشقلب من السعاده. يا لهوي. طب هات الهرم بتاعك. يا لهوي. وهقابلك في التصفيات. استاذ برادة. ايوه. اتفضل. ان شاء الله يا رب يا رب. سلام عليكم. ايه ده؟ ايه؟ انا ام الواد احمد برادة. اهلا وسهلا يا حاجه، انت مبسوطه ان ابنك فاز؟ انا مبسوطه والله ان الواد ده فاز، الواد ده انا اللي مكتشفاه، موهبه اكل ازاز دي انا اللي مكتشفاها له، بس كان نفسي من زمان اكله ازاز متفين، بس ابوه ظابط في المرور ما بيرضاش. طب الف مبروك يا حاجه، وخد احمد وربنا يفرحكم ببعض. ربنا يكرمك. اول المسابقه دي. منور يا حماده. بعد ما شفنا الموهبة العجيبة التانية هي أمه الغريبة، هنشوف الموهبة التالتة اللي معانا غريب بيعمل محاولة تانية. اتفضل يا غريب. اتفضل. خش على طول يا غريب. معلش هاخد فرصة تانية. الراجل برضو برغم ان انت قلت له لا، بس انا حاسس ان عنده موهبة. خش يا غريب. الاستاذ نبيل شوية. انا عطيتك. مروان عجب وغرب من الخيال، ما أروعك ملكت كل سحر الجمال، سحرتني ملكتني ما أروعك ما أروعك ما أروعك ما أروعك. هي هي.
رائع جميل. بتهالي المرة دي ياخذ فرصته إليسا. يعني أنا قلت لك ما تقلد جوج والصوف، بتقلد نبيل شعيل؟ عوجت لي بقي أكثر ما معوش حياتي. سوري أنا مني لا. أحلام؟ لا نو. لا برضه. أنا والله حبيتك في الله والله. أنا راح أقول لك نعم 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 على الطلاق أسياد مرضيين عليك. مرسي مرسي. ومعانا موهبة تانية، موهبة تانية يدخل على طول. اتفضل اتفضل اتفضل. حبيبي شو اسمك؟ همو. همو؟ همو. عمو؟ همو. حبيبي مش فهمك. همو. حمو. همو. طب وشو الموهبة اللي هتقدمها لنا؟ هني. تفني؟ هني. تقلي؟ همو هني. هني. تغني؟ همو هني. أنا هني. تمام حبيبي، شو تغني لنا؟ هيم ولا ديد؟ قديم. أبو عليم ولا أم علوم؟ أنا أحب فيروز. تفاح ولا أنانا؟ غني حبيبي. همو هني هني. غني هندي. همو هني هني. تفضل حبيبي. الله عليك. الله عليك. الله عليك. الله حمو. الله. برافو عليك حبيبي. يلا شو رايك لسه؟ انا بقول لك يس. تمام وانا كمان بعطيك نعم. وانا راح اعالجك على حسابي في لندن. على الطلاق لا فهمت منك ولا من اليسا كلمة. ايه؟ 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 ايه شتم ولا ايه؟ شتم؟ شتيمة دي ولا ايه؟ لا لا ده بيحبك يعني بيحبك. خد بالك انا عشت كتير في مصر. شكرا يا حمو. بعد ما شفنا حمو في معاه حبيبي شو اسمك؟ حمو. حمو. حمو 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 حمو. مش فاهمة. حمو. عمو. حمو حمو. عمو حمو. حمو حمو. هي عيلة حمو هتيجي كلها النهاردة ولا ايه؟ انت زي عيلة ابو كده؟ طيب شو الموهبة اللي هتقدمها؟ مفيش. ده برنامج مواهب. انا مفيش، انا جاي اتفرج. اتفرج على مين؟ على عمو النهوية. فين عمو؟ حمو مشي هنا. انا طب شكرا. السلام عليكم. مع السلامه. الف شكرا. عمو حسين. ثلاثة أربعة. في المطبعة. خمسة ستة. ما تجيبي حتة. الو. الو. ايوه. مساء الخير. مساء النور، مين معايا؟ مع حضرتك زلط دقسوم الملقب بعنتيل الكهوف. زلط. قول لي انت بطولك ولا معك حدا؟ لا معي حدا. يا اهبل قولها ان انت لوحدك، لا تفتكر ان احنا عاملين حفله. يا عم عادي هتكفينا. انت متنحرر على ايه؟ يا جدعان. ايوه انت معايا؟ مع حضرتك. لا انا بطولي. طيب قول لي مواصفات البنت اللي انت عايزها. يعني حضرتك تكون طويله، فرعه، بيضة وقشطة وطرية ومهلبية. عايز زيتون على الوش. ايه ده؟ انت جايب سي بي سي سفرة؟ جماعة اهدوا نسمع الست بتقول ايه؟ بعد اذن حضرتك ممكن ازود على المواصفات تكون رجليها زي الفازة كده. ولا 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 مش عايز نسواها. مش عايز نسواها.
ازود بس حاجات بسيطه على المواصفات بعد اذن حضرتك. أه؟ يعني لو رجلها زي الفازه كده وبيضه وطويله وقشطه ورفيعه اقعدها فرنساوي. عندك المواصفات دي؟ ده انت اكنك بتوصفني. الوليه دي كدابه يا اما صادقه وبقيه الحاجات دي اتحشرت في السلم. يا ابني افهم، الكاميرا هي اللي بتزودها والله، بس دي الكاميرا اللي واخداها هاي ديفينيشن. ايوه حضرتك، ايوه انا عرفت حضرتك. الو؟ ايوه عرفت حضرتك. مين؟ مين؟ انت سما المصري. لا يا حبيبي انا مش سما المصري. امال انت مين؟ انا سما مارينا. طب قولي قولي يا زلط عنوانك ايه؟ حضرتك انا 45 ورا الجبل شمال. ايه ده ورا الجبل؟ شمال. طب ما تيجي ورا الجبل ونقضيها هبل. طب بقول لحضرتك ايه؟ قول. انا مش عايز المواصفات اللي فاتت. انا عايزك انت يا قمر. زلط! يا لهوي يا ابا مراتك. مراتك جد؟ اقفل الريموت، اقفل التلفزيون. اقفل التلفزيون ايه؟ اقفل التلفزيون يلا. اقفل انت التلفزيون. يلا نلعب الكلب الحيران. يلا يلا خد. اوعى. يلا العب. يلا العب. ايه؟ العب. العب ايه؟ مراتي جايه. يخرب بيوتك واستنى في الجهاز. يا الليل الليل اللي يا ميمون وكمان الليل اللي يا ميمون انا اللي كنت مقضيها طلع نازل كده الشاي. يا حبيبتي طبعا الشاي، ربنا يخليك، الف شكر. عاوزين حاجه تانية؟ عايزين مزه. ايه؟ عايزين هزه. هز الاكل بسرعه عشان جعان. وربعيه حشيش. مناقيش. شويه مناقيش بقى على ذوقك يا قمر. وقرطاس لب اسمر. انت غبي. لب اسمر؟ لب اسمر ايه؟ ما تقولش لب اسمر قدام، هتفضحنا. انت متخلف يا ابني. ما لب اسمر دي عادي، هو اللب الاسمر نزل جدول؟ عادي. قول قول لب اسمر يا حبيب. عادي لب الاسمر. عادي. طب بقول لك ايه؟ ربع كيلو بقى لب اسمر عشان اما تيجي النسوان نبشر. ايه؟ لا لما يجوا الجيران هيشموا ريحه اللي خش جوه. بقول لك ايه؟ ايه؟ هو انتوا كنتوا مشغلين التلفزيون؟ كنا مشغلينه. كنتوا مشغلين قناه ايه بقى؟ قناه التوبه. هو في قناة اسمها التوبة؟ وورا قناة الرزيلة على طول. طب هات كده بقى الريموت. الريموت عندك اهو. دايما ظلمانة، هتشوفي حاجات كلها حكم ومواعظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة الفرسان للمنتجات المملة تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنقدم منتجات كتير جدا لست البيت. بنقدم النهاردة واحد واثنين وثلاثة. ياه يا اخوانا يا اخوانا ياه. معنا النهاردة الشيخ خميس مدير التسويق بالشركة، هيقدم لنا كل منتجاتنا. اتفضل يا شيخ. السلام عليكم يا شيخ جمعة. اهلا، برحب بيك الاول الحلقة. معانا النهارده اول منتج يا جماعه، اللحاف الجيري. لحاف جيري؟ ايوه لحاف جيري، جير خالص 100%. يعني اللحاف ده تضغطي بيه يحميكي من البرد ويجيب لك ربوه على الصدر. ما انت حاطه جير على نفسك. ايه المنتجات المتخلفه دي؟ وعلشان كده يا شيخ بنقدم بخاخه لعلاج الربو. يعني احنا النهارده بنقدم لك مرض الربو وعلاج من المرض. بجد حسبي الله ونعم الوكيل فيه. أنا محضر لك مفاجأة النهاردة يا شيخ. يا ريت يا شيخ يا ريت. معانا إحدى جمهورنا اللي اشترى الحفنة وبيشكر فيه. أنا هسيبه بنفسه ويكلمكم على اللحاف، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ خميس النصاب صاحب الشركة، الحاج الدهول اللي بيشتري منتجاتنا. اتفضل يا حاج كلمنا على اللحاف. بصراحة بصراحة اللحاف ده زبالة. ده جاب لي ميه عرقه يا جماعه. ايوه احنا مع الحفنه بنقدم ميه عرقه، ولو اتغطيتي بيه من تحت يجيب لك ميه على الركب، ولو اتغطيتي بيه للاخر يجيب لك ميه معدنيه. ستوب. ايه يا استاذ؟ ايه يا استاذ؟ انت طالع تشكر في اللحاف مش تشتم؟ ما انا بشكر اهو في اللحاف يا استاذ. امدح في اللحاف. امدح. امدح في اللحاف. امدح. مدد يا لحاف. يا ابني انت مجنون اهو. كمان النهارده بنحتفل بمولد سيد اللحاف. معانا النهارده في البرنامج. يا ابني انت مجنون، اشكر في اللحاف، قول كلام حلو. خلاص ماشي، انتوا جاهزين؟ جاهزين. يلا 3 2 1. احنا بنعمل حلهم بينهم. يا استاذ انا عندي الضغط.
اتنين نشكر في اللحاف. اللحاف يا جماعه لحاف هايل، لحاف بيجيب ميه على الصدر، بيجيب ميه على الركب، بيجيب كل حاجه في الحياه، بس انا نفسي اجربه. يا استاذ هتجربه وهنعمل لك كل، هديك بص هديك صفايه بطاطس. صفايه بطاطس؟ ايوه. هتديني صفايه انا بطاطس؟ صفايه بطاطس. صفايه بطاطس. انتوا بتشربوا البطاطس ولا بتقلوها؟ انا حريق بطاطس يا استاذ. لا 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 لا، قول ورايا، انا هبطل بطاطس. انا هبطل بطاطس. ايوه. واحنا عشان نقنع جمهورنا هديك لحاف تجربه قدام الناس. اتفضل يا حاج، اتفضل جرب لحافنا قدام الجمهور. يا استاذ ده انا داخل عند حلاق. ايه يا استاذ في ايه؟ اغطي بيه ايه ولا ايه ده يا استاذ؟ انت بتتغطى ليه؟ عشان ما يجيليش برد. والبرد بيجي فين؟ في الصدر. وانا مغطي لك ايه؟ الصدر. طب اغطي ركبك بقى والحاجه. انا مال انا صح. البس فرشه عربيه وامشي مش قصتك. صح. شكرا يا استاذ. احنا كده خلصنا. خلصنا. يلا فركش يا اساتذه. ايه ده؟ انا هلم الموضوع بتاع الفضيحه دي بسرعة. بنقدم لكم منتجات كتير لسه معانا عرض المطبخ 300 قطعه. ايوه 300 قطعه، وهشرحهم قطعه قطعه. وهتسمعيني، مش هقعد انا اروح في الكوبايات وارتبهم وتحولوا تقولوا عن قناه مزيكا وانا طالع عين امي من الصبح. هتسمعي كوبايه كوبايه من اللي هقوله. اهدى يا شيخ اهدى. اهدى ايه؟ ما بقبضش فلوس، لازم يشتروا عشان خاطري. اهدى، اشرح المنتج اللي معانا. اشرح. هنشرح. معانا الكوبايه الزفت دي تشربي فيها شاي، ولو غسلتيها تشربي فيها هي نسون. يا سبحان الله، ايه ده ازاي؟ يا شايفين العظمه اللي فيها؟ بصوا يا جماعه، الكوبايه بودن، مش احنا بس اللي بودن، لا لا، وكمان ايه؟ بتشربي فيها ينسون، وتغسليها وتشربي فيها شاي. يا اخوانا ايه؟ على فكره انت قلت نفس الجمل اللي انا قلتها، انت بس بتزود. يا اخوانا يا اخوانا بتاع بسبوسه واقف جنبي. خلاص خلاص يا استاذ، قدم عروض للناس. معانا النهارده عرض الحله. الحله دي ست البيت ممكن تسلق فيها فرخنديه، وعشان الفرخنديه جبنا لها غطا. يعني يا جماعه ده مش مجرد غطا، ده ستر وغطا برضه. فرخنديه ديك شقي معدي يبص عليها. هتحتني يا شيخ خميس. احلى حاجه في اعلاناتنا روحها الحلوه. والله انا محضر لك مفاجاه. جايب احدى ستات البيوت اللي اشتروا منتجاتنا يكلموه عنكم. اتفضلي يا حاجه. السلام عليكم. وعليكم السلام. كلمينا يا حاجه على الكوبايات اللي اشتريتيها. لا الكوبايات دي هايله، ترميها في الارض ما تتكسرش، ترميها في الحيطه ما تتكسرش، يمشي عليها اديب قطر ما تتكسرش، بس انا بعمل فيها شاي الصبح فرقعت. تردي جوزها وتعمل له شاي، الكوبايه فرقعت. هي دي الروح اللي احنا مستنيينها. الحمد لله. يا استاذه اشكري في الكوبايه. ما انا شكرت اهو يا استاذ. اشكري، قولي كلام حلو عليها. الكوبايه ترميها في الحيطه ما تتكسرش، ترميها في الارض ما تتكسرش، تعدي على قضيب قطر ما تتكسرش. بس والنبي كان ليها استفسار. ايه؟ طفايه البطاطس. انت جوزك جه اشترى من عندنا حاجه؟ اه. طب اتفضلي يا حاجه اطلعي بره. واخد طفايه البطاطس. هتاخدي طفايه الزفت. احنا خلصنا؟ خلصنا. يلا فركش يا اساتذه. وبكده انتهت كل عروضنا. لا لسه في كمان عرض. في كمان عرض بنقدم مع كل المنتجات دي سله زباله كبيره. سله زباله ليه؟ مع اللحاف والكوبايات الحاجات دي كلها هتبوظ من اول يوم هيرموها في سله الزباله. يعني باختصار يا جماعه، كل عرضنا ده عشان نبيع لكم سله الزباله. وكل ده بكام؟ كل ده ببلاش. ببلاش؟ والله العظيم ببلاش. انتوا بس اتصلوا بينا، سعر الدقيقه 999 جنيه. يا جماعة، أنا قبل ما أقفل حابب أقول حاجة. اتفضل. جالي إيميلات كتير.